السلام عليكم. على غرار كثير من المواقع الساحلية عبر المدن الجزائرية كمسغانم وعنابة والجزائر العاصمة، يتم حاليا تهيئة ميناء مرسى بن مهيدي بولاية تيلمسان على مستوى المدن الساحلية لولاية تيلمسان. نترككم تتابعون هذه الزيارة توالي ولاية تيلمسان إلى الموقع نتاع التهيئة في بلدية مرسى بن مهيدي بولاية تيلمسان. نترككم تتابعون والسلام عليكم. هذا هو الرياضه.